إذن لمناقشة مصادرة أراضي الفلاحين في شرقي اللطيفية جنوبية بغداد ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أستاذ زياد مرحبا بكم. بحسب مرصد آفات فإن آلاف الدونمات شرقي اللطيفية صدرت، لكن هنا كيف يمكن تصنيف مثل هذه الإجراءات؟ تحياتي لكم. للأسف الشديد هي إجراءات قديمة جديدة هدفها واحد، التي تجري الآن في منذ سنوات في مناطق جنوب بغداد، شمال محافظة بابل، في منطقة جبل الصخر، في محافظة صلاح الدين، في محافظات كثيرة من المحافظات المنكوبة والمدمرة. لذلك ما يحدث الآن تغيير ديموغرافي هو الوصف الدقيق والوحيد لما يجري الآن في منطقة اللطيفية. هناك آلاف من العوائل يريدون تهجيرها، مثل ما هجروا ناحية جوف الصخر بالكامل، ومثل ما هجروا العوجة، منطقة العوجة في صلاح الدين، ومناطق كثيرة ذراع دجلة والثرثار، ومناطق كثيرة في محافظات عديدة. للأسف الشديد وإن اختلفت الأساليب والآليات، لكن الهدف واحد، وهو تهجير وتفريق مناطق حزام بغداد والطارمية في شمال بغداد، وكل هاي المناطق من سكانها عبر سلسلة من الإجراءات، منها الإجراءات المباشرة وهي تهجير السكان عنوة وبالقوة تحت ذريع داعش، أو تهجير هؤلاء السكان بفسح عقودهم الزراعية، أو الآن الاستيلاء على مناطق أكثر من 15,000 دونم في منطقة اللطيفية، علما أن لدينا مناطق شاسعة وكبيرة وكثيرة وأقرب منها إلى بغداد، ولكن لا يوجد فيها زراعة ولا يوجد فيها خدمات وممكن استغلال تلك المناطق. ولكن مع الغاية المعلنة هو إنشاء مكان لمنتسبي الجيش وإسكان منتسبي الجيش، ولكن الفعل هي تهجير طائفي جديد. للأسف الشديد ما يحدث الآن في العراق وفي جنوب بغداد. نعم أستاذ زياد، كما تعرفون أن الجهة المنذرة لإخلاء هذه الأراضي هي جهة عسكرية، لكن هنا السؤال، هل الجهات العسكرية منوط بها التنظيم الإداري في المحافظات والأقضية والنواحي؟ هل هذا من عمل الجهات العسكرية؟ بدون أدنى شك هذا أمر غير صحيح وإجراء غير صحيح، والدليل على كلامي أعلن قبل قليل وزير الدفاع بأنه لا يعلم شيء عن الموضوع. لا. وهذا يؤكد ذنبه الأكبر عندما تقوم وزارته بتلك الإجراءات، وهو أعلى هرم في وزارة الدفاع ولا يعلم ماذا يجري الآن. فهذا دليل على أن هذا الشخص لا يمتلك لا القيادة ولا يمتلك زمام الأمور ولا يعرف ماذا يجري حتى في وزارته، ومن يقوم بعمليات التهجير. الجهات تلقت أوامر من خارج وزارة الدفاع لتقوم بتلك العمليات، وهو مخالفة إدارية وقانونية واضحة وصريحة ضد القانون العراقي الآن، الذي يجب أن يعوض أصحاب الأرض إذا كان هناك استملاك. وأسباب الاستملاك الحقيقة غير مقنعة، كون ما يجري الآن ممكن أن يجري في منطقة أخرى نائية واستغلال تلك المنطقة، وليس مناطق تعتبر سلة من سلات الغذائية لبغداد. طيب أستاذ زياد، بحسب المعلومات المتوفرة، موضوع قرار إخلاء الأراضي ستخلف تشريد ما يقرب من 2000 عائلة، أليس من واجب الحكومة أن توفر بدائل لهذا الكم الهائل من العوائل؟ بكل تأكيد يجب، ولكن هو المبدأ مرفوض. مبدأ تهجير هذه العوائل، هذه عوائل لم تستوطن هذه المنطقة قبل سنة وسنتين وخمس سنوات وعقد وعقدين، هذه العوائل موجودة قبل أكثر من 100 عام في تلك المناطق، كيف يتم تهجيرها وتحت أي قانون وأي بند؟ وإذا كانت هذه العوائل ترفض التهجير، كيف يتم تهجيرها وما علاقة الجيش بهذا الأمر؟ هناك أسئلة عديدة وكثيرة الحقيقة لا نجد لها تفسير إلا أنها تفسير واحد ومصطلح واحد، وهو التغيير الديموغرافي بكل معنى الكلمة، ولا يوجد تفسير آخر نستطيع أن نقول إلا أن الحكومة متورطة في هذا التغيير الديموغرافي بشكل مباشر وصريح الآن وأصبح جليا للجميع. طيب أستاذ زياد، الحديث عن التغيير الديموغرافي في اللطيفية لابد أن يجرنا للحديث أيضا عن حزام بغداد بالكلية وأنت تفضلت به، لكن لو نغوص في مزيد من التفاصيل، هل نحن أمام خطة ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي لكل حزام بغداد، وما مدى انخراط الحكومة في هذا المشروع؟
نعم بكل تأكيد، هذا مشروع هو مشروع كبير، وسأذكر على عجالة بعض الأمثلة. جرف الصخر ذكرناها في طارمية قبل فترة، كانت هناك عمليات عسكرية استخدمت فيها طائرات الاف 16 وأطلقت مجموعة من الصواريخ. هناك ترويع، هناك حصار لتلك المناطق، هناك مناطق اللطيفية والمحمودية واليوسفية ورب، كل تلك المناطق مستهدفة، حزام بغداد، أبو غريب، كل منطقة تقع فيها مكون دون آخر. الحقيقة هذه المناطق مستهدفة. هذه الخطة هي خطة بدأها قاسم سليماني عندما هجر أهالي جرف الصخر، ولحد الآن مستمرة هذه الخطة من أجل تغيير ديموغرافي هو الأكبر في العراق منذ قرون وليس عقود. عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.